السلام البنات، شحويلكم؟ تشاور لكم بألف خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعمل بعضنا غلاس وروسيت ياسر بنينة وسهلة على الاخر. طلبتوا مني برشا باش نبارتاجي معكم روسيت الغلاس. الحقيقة ما كنتش ناوية باش نصورها، انا ديما نعمله للصغار، قلت علاش ليه، مادام انتم تحبوا الروسيت ان شاء الله نبارتاجيها معكم. ان شاء الله تعجبكم الروسيت وان شاء الله تجربوها، هي سهلة على الاخر. انا عملتها بطريقه مختلفه شويه في الليمون هذوما، حبيت هكا نزين ونعطيكم فكره كيفاش انا نعملهم للصغار. واذا كان ما عندكمش ليمون هذوكم نورمال، راه تنجموا تعملوا في كيسين ونفس الطريقه، وتنجموا تعملوا النكهات اللي تحبوا عليها، يعني اي نكهه تحبوها تنجموا تعملوها غلاس. سهله برشا وبنينه برشا. وتوا يلا ندخلوا بعضنا الكوجينه نشوفوا الطريقه ونشوفوا المكونات. هذوما هما المكونات بالنسبه للغلاس، يعني الباز نتاع الغلاس لازم يكون عندنا كريم ليكيد ولازم يكون عندنا نيستلي. تنجموا تعوضوا الكريم ليكيد بالكريم شانتيي، اما في النكهه راهي تختلف شويه. الكريم ليكيد يجي غلاس هكا كريموز، يعني كريمي اكثر، مي بالكريم شانتيي بويسك باش تتخلط بالحليب يجي فيه هكا ثلج بزايد. وانتم هاكا كيف ما تحبوا. هنا اول حاجه باش ناخذ الكريم ليكيد باش نركزها. الكريم ليكيد لازمها تكون بارده بارده على الاخر. انا لهنا الكريم ليكيد شبه مثلجه، راهي باش تطلع بالكدا ودينا باهيه. توا باش نفرغها كما تشوفوا في البول، تنجموا تركضوا معناها بالركاضه الاخرى اللي بالضو، غير انا حطيتها لهنا اسهل لي. هوني صايي كيف ما تشوفوا الكريم بدا تعقاد. في المرحله هذه نبدا ونزيدوا في النيسلي. بالنسبه للنيسلي مانيش باش نحط حكه كامله، خاطر يعني يجيني الكلاص حلو برشا، باش نحط جوست نص الحكه. واذا كنت تحبوه حلو بزيد نجموا تزودوا شويه هكا، انتم كيف ما تحبوا. وبالنسبه للنيسلي راهو زيد لازم يكون بارد، يعني نحطوه في الفريجيدير باش يبرد شويه، ما نحطوش هكاك بدرجه حراره الغرفه، خاطر يعني يفسد لنا الكريم. وماذا بكم حتى البول كي تجيو باش تخدموا فيها بردوها شويه في الفريجيدير. وهوني صايي يعني معاش باش نزيد نركض، كان تركضوها اكثر من لازم راهي تميه. هي صحيح روسيت سهله وبسيطه، اما لازمكم يعني تبعوا لي زاستوس كلهم باش ينجح لكم الكلاس ويجيكم حاجه بنينه. لهنا باش نتعداو باش نرحي الغله. اول نكهه باش نعملها هي نكهه الفريز. خديت الفريز هذا كونجولي، اذا كان عندكم فريز يعني ماهوش مكنجل تنجموا تخدموا به، اما من المستحسن الغله اللي باش تخدموا بها الكلها تبدا كونجولي. معناها حتى اذا كنت تشريوها فريشك حطوه انتم كنجلوه، انا بطبيعته كونجولي شريته. باش نحط 250 غرام فريز، وتنجموا انتم والكميه اللي تحبوا تعملوها. ومن بعد باش نرحيه، كي نرحيه مانيش باش نزيدو حتى قطره نتاع ماء، نرحيه للي يولي كيف البوري، لازم يكون هكاك كيف ما تشوفوا التكستير نتاعو. نرحيوه رطب على الاخر. وتوا باش نتعدى نحضر النكهه الثانيه اللي هي نكهه المانجا. نكهه المانجا ياسر ياسر بنينه. خديت كعبتين مانجا وقصيتهم وكان جلتهم. هنا كي جيت باش نخدم بها جبتها، نخليوها تتنحى شويه من الثلج، وبعد نرحيوها بالطريقه هذه اللي تولي كيف البوري. وباش نتعدى للنكهه الثالثه اللي هي نكهه الكيوي والبنان. هنا الكيوي كيف كيف خديت كعبتين كيوي، كان جلتهم جبتهم هنا قبل بوقت باش تسهل عليا الرحيان، وزدتهم كعبتين بنان. بالنسبه للبنان ما كان جلتوش، اذا كنت تحبوا تكنجلوه تنجموا زيد تكنجلوه. وباش نكمل كيف كيف نرحيهم كيف البوري، وراو تنجموا تعملوا اي غله تحبوا عليها. انا عملت الغله اللي نحبوها احنا واللي يحبوها اولادي، اما تنجموا تبدلوا باي غله متوفره عندكم، اي غله تحبوها. لهنا صايي كملت حضرتهم الكل، شوفوا الالوان محليهم. جبت لهنا شويه من الكريم اللي باش نخدم بها، والباقيين نرجعوها للفريجيدير ونردوا بالنا ما نخليوهاش لبرا. وبالنسبه للكريمه هاكا نتوما تقسموها حسب النكهات اللي تحبوا تعملوهم. خديت شويه حسب الكميه نتاع الفريز وزدتها الفريز، وباش نخلط بالكدا بالكدا اللي يتجانسوا ويعطيونا لون واحد هكا في الروز، ما جاش غامق برشا. اذا كنت تحبوا تزيدوا كولورون تنجموا راهو تزيدوا، مي انا حبيت يعني حاجات تكون ناتوريل، ما حبيتش نزيد ملون غذائي. وهوني كيف كيف نفس الطريقه، خديت شويه من الكريم باش نزيدها المانجا، هذيك البوري نتاع المانجا اللي حضرته، ونخلطهم بالكدا بالكدا اللي يدخلوا في بعضهم بالكدا. بالنسبه للكيوي والبنان مانيش باش نزيدهم كريم، اما من المستحسن راهو تزيدوا كريم باش يجيكم هكا كريمي اكثر، مي انا حبيت نخليها كيكه. وتو نوريكم بعض الفرق بين كي نعملوا غله وحدها وكي نعملوا غله ونزيدوها الكريم هذيك. ولهنا جبت المول هذي وباش نبدا نحطهم، باش نحط شويه من القوم تاع المانجا وشويه من القوم تاع الفريز، وبعد باش يعطينا هكا لون مزيان باش نكمل نعبيهم الكلهم هكيك بنفس الطريقه. وتو باش نخليكم مع الفيديو.
صاي لهنا كملت عبيتهم الكل، تو باش نكمل نسكرهم ونحطهم في الكونجيلاتور. انا راه خليتهم بيتو ليله كامله، تنجموا تحطوهم يعني 5 سوايع 6 سوايع، انتم كيف ما تحبوا، هاكا عينكم ميزانكم. تو تشوفوهم بعد يعطيو منظر ياسر ياسر مزيان كي خلطت الالوان مع بعضها. والباقي هذيك باش نحطو لهنا في حكك، يعني نسكرهم ونحطهم في الكونجيلاتور، خاطر اذا كان ما عندكمش المول هذيك نتاع الكلاص راه نورمال تخدموا بنفس الطريقه وتحطوهم في حكك تسكروهم، وبعد كل جو هكا تحطوا منه شويه وتحطوهم في اكواب وتزينوهم يعطيو زيادة منظر مزيان. لهنا لازم راه تغطيوهم باش ما ترجعش ريحه الفريجيدير على الكلاص، خاطر الفريجيدير بالطبيعه يبدا معبي ما فيش وكان الكلاص كهاو. كملت النكهات اللي بالغلة الصغار، تو باش نتعدى الحاجات اللي انا نحبهم. اول حاجة لهنا باش نعمل نكهة الموكا، هذه ياسر ياسر بنينة، من احسن الحاجات اللي نحبها. خذيت مغرفة كبيرة كاكاو، عليها مغرفة صغيرة نسكافيه، وخذيت شوية من الكريم كالعادة، وباش نخلطهم بعضهم بالقدي بالقدي اللي تعطيني هكا لون مارون، ما يقعدش فيها كيكة الابيض اللي تولي هكا كيف الشوكولا. وبعد باش نزيدها دي بيبي دي شوكولا، تزيدها بنه على بنه، وكهو النكهه هذه حاضره سهله وبنينه برشا. معروفه نكهه الموكا، نعملوا بها الجاتويت زيده ولا الجلاس ولا قهوه الموكا زيده، ياسر بنينه. هاو كان ما يعرفهاش يجربها، بنينه برشا. وباش نتعدى نحطها في الحكة، انا استعملت الحكة هذوما البلار وما ترشقوش راه ما صار لهم حتى شيء، باش نزينها بالصوص دو شوكولا، ومن بعد نحط فيها الكلاص هذيك نتاعي، خاطر باش نقدم فيه من بعد مانيش باش نحط فيه اكواب ولا حاجه، حبيت هكا يجي منظره مزيان. ونبداو نحطو بشوي بشوي باش الكيس ولا الحكة هذيك ما يتبلبزليش ويجي منظرها مش باهي. بعدها كملت عبيتو، باش نحط زيد كعبات بيبي دو شوكولا للزينه من الفوق، وديريكت نحطها في الفريجيدير ونتعدى للنكهه الاخرى اللي هي نكهه البيستاش. انا عطيتكم البازرة وانتم بعد نجموا تعملوا اي نكهه تحبوا عليها بنفس الطريقه، راهو الكلهم يخدموا بنفس الطريقه. هنا خذيت كيف كيف شويه من الكريم وحطيت بيستاش هذايا مرحي مهروش، ما حبيتش نرحيه بات، تنجموا زيد ترحيوه بات، مي انا حبيته هكا يقعد باش بعد كي ناكل الكلاص يبدا هكا البيستاش يبدا ظاهر. باش نخلط بالكدي بالكدي، لهنا لونها ما جانيش اخضر، زدت شويه نتاع كولوران اخضر، ما ياليتني ما زدته الحقيقه، ما عطانيش لون مزيان، اون بلوس ما عجبنيش، كان خليته كيكه ناتوريل خير، مي انا جوست خاطر الفيديو حبيت يظهر لكم اللون نتاع البيستاش. في العاده نعمله من غير كولوران ويجيني خير برشا، انا الحق راني ما نحبش الملونات هذوما الغذائيه، ما انا ما يعجبونيش بالكل. باش نحط شويه لهنا زينه نتاع معجون الفرامبواز، خاطر كيما تعرفوا الفرامبواز والبيستاش يتمشيو مع بعضهم برشا ويعطيو يعني هكا نكهه بنينه برشا، جوست هو للديكوراسيون وكاها. كملت حطيت كيكه، باش نكمل نحط شويه فرامبواز من الفوق ونزين بالبيستاش وكاها. هذه هو الكلاص نتاعنا، عطيتكم النكهات اللي انا نحبهم، تنجموا راه تعملوا بالاوريو بالسبيكولوس بالحاسيلو اللي تحبوا تشتهيوا، اي نكهه تحبوا تعملوها تنجموا تخدموا من الاول هكيكه الكريم، وتنجموا تعملوا نكهات اللي تحبوهم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله يكون عجبوكم النكهات. وكيف كيف لهنا باش نغطيها ونحطها في الفريجيدير ديريكت. انا بيتهم كما قلت لكم ليله كامله، تنجموا تخليهم 5 سوايع 6 7 سوايع، سادي بورا وانتم والفريجيدير نتاعكم والقوه نتاعو. وهذه الكلاص نتاعنا حضر، شوفوا محلي جي ياسر مزيان، وخاصه الصغيرات يشيخوا عليهم هكا كي يبدا بالالوان. ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله نكون شجعتكم باش تعملوا حتى نتوما لصغيراتكم. انا صحيح نشريهم مراهم من برا، مي ماذا بينا نعملوا في الدار خير على قلب الغله، حاجه صحيه وحاجه بنينه ونعرفوا شنو فيها وشنو ما فيهاش، خاصه هما في الصيف ماذا بهم كل يوم كلاص صبيح وليلي ولا كيكه مش باهي. هنا حبيت نوريكم التكستور كي نعملوا كلاص يعني بالكريم، ممكن نعملو بالغلة كهو، راه مش كيف كيف، ما تعطينيش نفس النتيجة. شوفوا لهنا اللي بالكيوي والبنان ما زدناش الكريم، يبدا عاطي على الثلج، وكي يبدا بالكريم يبدا هكا كريمي وياسر بنين، حتى الاخر بنين هو، ما يبدا هكا كالثلج الحقيقة.
ان شاء الله تكونوا فهمتوا شنو نقصد. وهذه هو الفيديو نتاع اليوم، هذه هي الرسيد نتاعنا لاني حبيت نوريكم التكستور نتاعو. مي على غالب قص بيا التليفون شارج، جوست وريتكم الشوكولاكا هاومي هكذا، راه حاجه ياسر بنينه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كان جربتوا الرسيد ما تنسوش تبعثوا لي التصاور نتاعكم على الانستغرام، تنخلي لكم اللي نتاعو في البار دانفو. ونستنى تشجيعاتكم، نستنى تعليقاتكم، وتوا نقولكم على بروشين ان شاء الله. باي باي.